حنا بطبعنا كل ما تكلمنا مع شخص غير عربي نحب نتأكد إنه فاهم علينا. نحذف كلمات، نضيف حروف، نقلب الجملة فوق تحت. فمثلا خالد لما دخل البقالة يبي يطلب موية وبطاطس، بدل ما يقول حبيبنا عطني 3 أكياس بطاطس وكرتون موية، يقول صديق جيب حق أنا 3 بطاطس موية كرتون سوي كيس. ممتاز. اللي بعده، أما أهل التعريف تختفي تماما، لا قمرية ولا شمسية ولا غيرهم. عندك نورة مثلا معها حافظة تبي العاملة تحطها في السيارة، فبدل ما تقول حطي الأكل في السيارة تقول ركب هذا السيارة. أوكي، لا حول ولا قوة، مو مشكلة. ومرات يتراكم تكسير الكلام فوق بعضه، ضمير يختفي من هنا، حرف جر يزيد هناك، زي صاحبنا مستانس تو جاي الأكل اللي طلبه، وبدال ما يقول لعامل التوصيل ثاني بيت على يمينك الباب اللي جنب الشجرة قال روح سيدة يمين، أنت 1 بيت 2 بيت باب سمسم شجرة. بالضبط. بعذرنا نقول لكم اس كلام. ترى حنا نفهم يا جماعة، تكسير اللغة يصعب عليكم ويخلي الكثير مننا ما يتعلم اللغة العربية زي الناس، زي ما علمني أبو صالح. ولا يا أبو صالح؟ الله الله يقبل. عشان كذا تحدث العربية ولا تكسرها. الله يصلحك بس.